من هو الدكتور تركي الحمد؟ أنا أرى نفسي كإنسان يحاول أن يعبر عن ذاته، يعبر عن مجتمعه، يعبر عما يشعر به تجاه هذا المجتمع، يعبر عما يدور في ذهنه من أفكار. أما كيف يصنف هذا، هذا شيء أتركه طبعا متروك للآخرين. أنت لا تصنف نفسك، لأنه الذي يقول عن نفسه أنا مثقف فهو ليس مثقف. ما تلاحظ أن عندنا مشكلة إحنا في المسميات؟ مع مرور الزمن مثل هذه التصنيفات الذي يستحق التصنيف، يعني أن يقال عنه مثقف، أن يقال عنه مفكر، فيلسوف إلى آخره، تبقى. يعني لو ننظر مثلا إلى فلاسفة أوروبا ولا فلاسفة الغرب ولا فلاسفة العرب الذين انتهوا، الفيلسوف الحقيقي المفكر الحقيقي ما زال يدعى للمفكر، هذه تبقى. لكن تصنيفات المرحلية هذه تنتهي. يعني أنا ما يكون حبل الكذب قصير، ولو أنه يمكن هذا غير مناسب، ولكن الزمن كفيل بالفرس. طب أستاذي، بدأت حضرتك بالكتابة بجريدة الرياض. نعم. وخرجت بعدها الكتابة في صحيفة الشرق الأوسط. نعم. وكنت أول من انتقد الجابري في ذيك الفترة. كيف تصف خروجك من جريدة الرياض إلى صحيفة الشرق الأوسط؟ والله طبعا ما ليس هناك شيء مهم في هذه الدرجة. كان يعني سبب الخروج من جريدة الرياض إلى جريدة الشرق الأوسط لأنه كانت أحداث حرب الخليج أو أيام احتلال الكويت في تلك الأيام. فأنا كنت من المعجبين جدا، بل من المسحورين بمحمد عابد الجابري رحمه الله طبعا، وما زلت معجبا به كمفكر، كمقدم مشروع معين إلى آخر ذلك. ولكن فوجئت أنه في تلك المرحلة، في تلك الفترة، أن الجابري المثقف فجأة يتبين بأنه الجابري المؤدلج. يعني في تلك الأيام كتب، أتذكر يعني كتب سلسلة مقالات، حوالي 7 مقالات، يمتدح فيها صدام حسين وما يجري في العراق، وأن الحرب منتهية لصالح القومية العربية إلى آخر ذلك. عندما أقارن هذا الكلام، ما يكتبه في جريدة معينة، جريدة مغربية، بكل هذه الأدلجة، أقارنه بما كتبه بكتبه الضخمة والثرية والتي كنا من المعجبين والمتأثرين بها، صدمت صراحة. يعني كانت هذه نقطة فاصلة، نقطة فاصلة، كيف أن المثقف العربي ما زال منغمسا في الأيديولوجيا، لا يستطيع أن يفصل بين ثقافته وبين الأيديولوجيا التي تلهبه من الداخل أو انتمائه الحزبي. طبعا هو كان عضوا في الاتحاد، في تذكر في حزب الاتحاد الاشتراكي أو حاجة من هذا النوع. ففوجئت بهذا الشيء، فبدأت أكتب المقالات. قيل لي في تلك الأيام أكتبها بجريدة طبعا تصل إلى الجابري وغير الجابري، يعني جريدة منتشرة دوليا. الرياض طبعا جريدة رصينة ورائعة وكل شيء، ولكنها مهما كانت تبقى في الإطار المحلي. فانتقلت لكتابة مقالات أنتقد فيها الجابري وموقفه إلى الشرق الأوسط، واستمرت العلاقة طبعا بهذا الشكل. كيف باتت علاقتك مع الجابري بعد هذه سلسلة المقالات؟ أنا أساسا الجابري طبعا قبل تلك الفترة لم أعرفه شخصيا، عرفته لاحقا. وكانت علاقة شخصية، معجب به وبكتاباته وكل شيء، ولكن زي ما قلت لك كانت خضة، كانت هزة، كانت نقطة حاسمة فعلا، أنني اكتشفت يعني ليس بس الجابري، المثقف العربي عموما كيف لا يستطيع أن يفصل ما بين انتمائه الحزبي وما بين ما يقدمه من ثقافة، يعني فعلا هي إضافة للثقافة العربية. وهذا ما يختلف فيه المثقف العربي بشكل عام إلا ما نذر عن المثقف الأوروبي. المثقف الأوروبي صاحب موقف، حتى لو كان حزبيا صاحب موقف، تجدين موقفه السياسي لا يتأثر، أو يعني أو موقفه الثقافي لا يتأثر من موقفه السياسي، لا يحاول هذه الازدواجية، لا تجدينها عند المثقف الأوروبي. من بين ما يحفظ لكم موقفكم الصلب تجاه التيارات الأصولية، على عكس من يوصفوا بتيار الحداثة، لأنهم يعني جاملوا في أوقات يعني من هذه التيارات. كيف تصف عدم مجاملتك وإصرارك على عدم الثقة بالإسلامويين، بينما هناك من تعاون معهم في فترات مختلفة وأحسن الظن يعني وأحسن الثقة بهم؟ هل يعني أنت تشوف أنها
المشكلة راجعة للوعي نفسه، الوعي الشخصية نفسها يعني كحداثيين أو كذا، أم إلى حسابات يعني شخصية ومنافع؟ أنا أقول لك إياها بصفة عامة، أعطيك إياها من الآخر كما يقولون، وبعدين ممكن نتكلم بالتفاصيل. أنا لا أثق بمن يمزج الدين بالسياسة، لأن لكل مجاله. الدين واضح وصريح، الدين علاقة بين الفرد وربه، الدين أخلاق، الدين سلوك فردي أخلاقي. أما أن تأتي بالدين وتنزله من عليائه ليمتزج بالسياسة اللي هي فن الواقع، فن إدارة الأمور، السياسة متغيرة، الدين غير متغير. الدين مبادئ عامة وثابتة، السياسة تتغير كل يوم، حليف اليوم قد يكون عدو الغد، قد إلى آخره. السياسة مسألة مصالح، فعندما يأتي أحدهم ويمزج الدين بالسياسة فأنا أفسدت الدين وأضعت السياسة، لا كسبت ما يمكن أن تعطيني إياه السياسة، ولا كسبت أيضا ما يمنحني إياه الدين من حياة روحانية وراحة نفسية وعلاقة بيني وبين ربي. أهداف هذا الدمج ما بين الدين والسياسة لشخصيات حداثية، يعني إحنا نتكلم إيش يكون بعدها؟ هل هي لعبة سياسية؟ لعبة سياسية، ودائما اللعبة السياسية إذا أدخلت بها الدين تحولت ضدك. يجب أن لا ننسى دائما أن الدين سلاح ذو حدين، يعني من الممكن أن تستخدمه اليوم لصالحك ولكنه ينقلب ضدك، وهذا رأيناه في تاريخنا الحديث. يعني عندنا التجربة الإيرانية، عندنا التجربة السودانية، عندنا التجربة الجزائرية، يعني تجارب كثيرة تقول لك لا تدخل الدين بالسياسة. نعم أحترم الدين على عيني ورأسي، ولكن لا تمزجه بالسياسة. ومع ذلك بقي الدين أسهل وسيلة للوصول إلى الجماهير. ليش؟ لأن الجماهير إذا دغدغتها بالدين، دغدغتها بأن هذا قول الله وقول الرسول، وفق طبعا خطاب معين، وفق تفسيرات معينة، ينجرف وراءك. لكن لو كلمت بخطاب العقل لن يأتيك أحد، لأنه المشكلة أن الجماهير وجدانية. فلأجل ذلك أنا لا أثق بمن يمزج الدين بالسياسة. أحيانا يقال لي طيب ليش ما تحاول أن تهدئ مثلا مع التيار الإسلاموي، تحاول أن تهدئ معه للوصول إلى مرحلة معينة؟ لا، من البداية الذين هدأوا مع الثورة الإيرانية، ما الذي حصل لهم في النهاية؟ انتهوا. وهذه إيران أمامنا الآن مصدرة للإرهاب باسم تصدير الثورة وإلى آخره. فأنا لا أثق تماما بهذا الشيء. هل تعتقد أن مثلا من المثقفين من يعني يمارس مثل هذا الشيء بالمجاملة نوع من الانتهازية الآن؟ هي انتهازية. يعني المشكلة أن السياسة في كثير من الأحيان لا تخلو من انتهازية، إن كان هو يريد أن يكون انتهازي. البعض يقول أن الانتهازية جزء من السياسة، ممكن أن تكون الانتهازية جزء من السياسة كممارسة احترافية. بعض المثقفين بل الكثير منهم جار التيار الإسلاموي عندما أتى كي يكتسب جماهيرية، كي يصل إلى سلطة معينة إلى آخر ذلك. أنا لا أسعى لسلطة ولا أبحث عن جماهيرية. طب مسألة التضامن ما بين الطرفين، ما بين الإسلامويين وبين المثقفين الحداثيين، يعني هل تعتقد أن هناك نوع من التفاهم بأن يعني كل طرف يكسب من الآخر؟ ليس إذا كانت يعني المسألة الإسلام أيضا بيستفيد من تحالف أيضا أو أنا أقول شيء. نعم، إذا كانت القضية تحالف سياسي هذا مرفوض، لأن القيم السياسية للإسلاموي تختلف عن القيم السياسية للحداثي، اختلاف جذري. هناك من المثقفين من يعني يكون متفق سياسة مثلا الإخوان المسلمين سياسيا. لا طب هذه تحالفات سياسية أحكم عليها من الجانب السياسي. يعني ممكن لو كان في انتخابات، خلنا نفترض نقول مصر، وكان هنالك تيارات عدة وكان هنالك أحزاب، فيتفق مثلا حزب الإخوان المسلمين مع الحزب الشيوعي حتى لتحقيق أهداف انتخابية، هذه تبقى سياسة، ولكنها بعد ذلك ستنفرض، لأنها يعني تحالف مرحلي لا أكثر، وهذا ينفرض. لا، أنا أتكلم عن التبرير للإسلاموية من قبل تيارات مثلا تيارات حداثية. أنا أعتقد أنه يغالط نفسه، لأن قيم الحداثة تختلف عن قيم الإسلامويين.
هل حاول من تنظيم من الإخوان المسلمين من يستقطبك؟ لا، كنت حالة ميؤوس منها. كنت حالة ميؤوس منها. السيد عبد الله الغذامي لم يعترف بك كروائي، ووصف الغذامي الليبرالية السعودية أنها موشومة. موشومة. هل تعتقد أنها وجهة نظر علمية أم أنها وجهة نظر سياسية؟ والله طبعا الدكتور عبد الله يعني احترمه لا شك، وهذا رأيه يعني، وأنا دائما أسأل هذا السؤال، ما رأيك أنه ما يعتبرك روائي؟ لا يعتبرني. هذا راجع له يعني، هذا شيء راجع له. فأنا دائما أقول، أنا دائما اللي أقول أنه ليس النقاد الذين يحكمون على أنك روائي أو غير روائي، الذي يحكم هو بقاء العمل الأدبي، بقاء الطرح الفكري. أما بالنسبة للليبرالية، إحنا بالمملكة العربية السعودية من الجيد إذا كان عندنا فكر ليبرالي ولو بسيط، لأنه لاحظ المملكة العربية السعودية، المجتمع السعودي بالذات، ما قبل الصحوة أو ما يسمى بالصحوة، أنا أسميها الغفوة على فكرة، ما قبل الصحوة وهو طبعا مجتمع مسلم، وكان مجتمعا مسلما مسالما متعايشا مع غير صحيح، جاءت الصحوة وأخذت تضخ به أفكار الكراهية ورفض الآخر وعدم موالاة الآخر، حتى نشأ جيل كاره لكل شيء، كاره للآخر، سواء الآخر الأجنبي أو الآخر الاجتماعي، وكل هذه الأشياء. فعندما يبرز تيار ليبرالي، طبعا حاول الجميع تشويه مفهوم الليبرالية، مع أن الليبرالية مفهوم جميل لا تعني ما يقولون، طبعا هم يصنفونها فساد أخلاقي إلى آخره، فهذا على الهامش. يعني لو كانت الليبرالية بهذا الشكل، كيف استطاعت أمريكا ولا أوروبا أن يسيطروا على العالم بليبراليتهم هذا؟ كيف أصبحت أمريكا والغرب عموما هو الملجأ لكل من عانى اضطهادا في بلده فذهب هناك ومنح حقوقا؟ صحيح في أشياء معينة وهذا، لكن الليبرالية تحكمها ثقافة المجتمع أيضا. فنرجع لموضوعنا، من الجيد لو كان هنالك نبتة ليبرالية في مجتمع بهذا الشكل، عانى من الصحوة الشيء الكثير، وعانى من الحقن الديني المزيف، أقول لك عانى منه الكثير، من الجيد أن يكون هنالك نبتة. هل هنالك تيار ليبرالي في المملكة؟ فيه، ولكنه ما زال ضعيفا وما زال ينمو، ولكن المستقبل أنا باعتقادي له. لماذا؟ لأن الليبرالية تتسع للجميع، كما هي متسعة للجميع في أوروبا، في أمريكا، في غيرها بشكل معين. فلما يأتي مثلا الدكتور عبد الله ويصفها بالموشومة، ولو أني صراحة يعني لا أدري ماذا يقصد بالضبط وما يدور في عقله عندما يقول موشومة، ولكن برضو نرجع ونقول هذا رأيه، وله الحق أن يطرح رأيه ويقول ما يقول، ولكن أن ينفي وجود ليبرالية، ينفي وجود ليبراليين في المجتمع السعودي، أنا أعتقد هذا خطأ من ناحية موضوعية. أما رأيه فهو حر به. لو نيجي لجانب الفكر للدكتور تركي، البعض يرى أن حضرتك يعني زي ما نقول مثالي وحالم في أفكارك، أو نسميه أحيانا مثقف الرومانسي، يعني في نظرته للقضايا، نظرته للمنعطفات السياسية. وليكن، يعني إن لم نحلم، الحلم هو البداية. لو فرضاً قرأنا مثلاً كتابات جان جاك روسو، ولا مثلاً كتابات فولتير، ولا كتابات آخرين في وقتها، لقلنا هذه كتابات رومانسية حالمة مثالية كما تصفينها. طيب ليكن، قد لا نحصل عليها كلها، ولن نحصل على المثال، ليس هناك مثال، لأنه لو أصبحنا وصلنا إلى الكمال توقفت الحياة. الحياة هي محاولة الوصول إلى الكمال، فبالتالي تبقى أفكار قد إنها قد لا تكون مقبولة اليوم، قد لا يستوعبها المجتمع اليوم، ولكن مستقبلا من يدري. ألا تنافي الواقعية؟ لا طبعا الواقعية، خلنا أقول لك شيء، لما أطرح أنا أقول لك هذا ما أراه، هذا ما أريد، وهذا ما أتصوره لمجتمعي بشكل معين، لكن عندما أمارس الحياة أمارسها بالواقعية بطبيعة الحال. لا أستطيع أن أكون مثاليا، أحاول أن أكون، ولكن هذا لا ينفي الجانب الواقعي من ممارستي
أو لما أتعامل مثلا مع سياسيا مع دول أخرى. أول عمل للدكتور تركي الحمد كان ترجمة كتاب عن الثورات لدار الطليعة. نعم. الحركات الثورية كان لتوماس جرين في عام 1986. ودي لو تحكي لنا شوي عن أهمية هذا العمل بالنسبة للفكر الثوري. أقول لك طبعا هذا الكتاب الحركات الثورية المقارنة كان رسالة دكتوراه لتوماس جرين، وعلى فكرة المؤلف كان هو المشرف على رسالتي للدكتوراه. الكتاب أنا قرأته من ضمن قراءات طبعا في أمريكا، وهو كتاب رسالة دكتوراه، بمعنى أنه يحاول أن يبين ما هي الأسباب الموضوعية للثورة. طبعا أنت مرة سألتيني قبل قليل النقاط الحاسمة في حياتك. قبل ما أروح لأمريكا، قبل أن أذهب لأمريكا، كنا نؤمن بالثورة الرومانسية. لما يقال كلمة ثورة يقال كلمة مثل هذه تثير فينا أحاسيس رومانسية، يعني فيها من جماليات. لما رحت لأمريكا وبدأنا ندرس السياسة موضوعيا، ووصلت إلى مرحلة الدكتوراه وقرأت هذا الكتاب الحركات الثورية المقارنة للدكتور توماس جرين، وجدته يبحث ما هو أسباب الثورة موضوعيا، يعني بعيد عن الرومانسيات. قراءة الكتاب غيرت فيني أشياء كثيرة، أزالت الرومانسية من مفهوم الثورة عندي. كان لك في مقال في 2011 أو حديث صحفي في 2011 أن من بين الرماد ستخرج العنقاء. كانت هذا التعليق على ما يسمى بالثورة في مصر، الربيع العربي اللي كان، أيوة، اتجاه حسني مبارك وبداية ما يسمى بالربيع العربي. هل خرجت العنقاء اليوم؟ لا طبعا، ستأخذ وقت. أنت لاحظ أنت بالمجتمعات العربية تتكلمين عن حالة تاريخية لها مئات السنين، مئات السنين من القهر السياسي، من القهر الثقافي، من الكبت الذي يجعل المجتمع على غير طبيعته. لكن البعض يشوف أن الثورة، لا يمكن مقارنة الثورة الفرنسية بما حدث في قطعا لا، أن يعني الثورة الفرنسية كانت فيها مقدمات من الفكر ومن الأطروحات ومن النظريات ومن يعني ما هي مثل الربيع العربي اللي قام فيه شباب سوشيال ميديا. صح. تويتر يعني بعيد عن العمق وبعيد، هي مجرد حماسة شبابية يعني. صحيح، بس لاحظ الآن المحاولات طرح خطاب سياسي وثقافي جديد. يعني شوفي مثلا بعد ما حدث في 2011، الآن في طروحات تقول ابعدوا الدين عن السياسة. ما كانت هذه المطروحة. هل تعتقد هذه إحدى المكاسب ستكون أو المكسب الوحيد خلينا نقول من الربيع العربي؟ لأنه لو لاحظنا كل ما جرى وكل ما يجري في وقتنا الراهن هو من امتزاج الدين بالسياسة. داعش على قاعدة على مش عارف إيش، كلها امتزاج الدين بالسياسة. في لحظة من اللحظات سينتهي كل هذا العبث، كل هذا العبث الذي نراه الآن عبثا، لكن هذا كله إفرازات. يعني مرة ضربت كمثال، وعفوا على هذا المثال، ما يجري الآن هو كخراج مثلا معين فوقي هذا الخراج، والآن كل القاذورات اللي كانت متراكمة أخذت تخرج. إذا انتهت هذه القاذورات يبدأ الشفاء بهذا الشكل أو بذاك. فنعم، هذه مقدمة وسينتهي هذا كله، ويكون المكسب الأساسي طبعا سأتهم الآن بعد الكلام هذا اتهامات كثيرة. المكسب الأساسي هو أن الدين لله، الوطن للجميع والدين لله، الدين لله والوطن للجميع. الآن نشهد حراك تجاه موضوع المرأة في السعودية. هل تعتقد أن الحراك النسوي سواء كان من نساء أو كان من طرف آخر يتبنى يمينا أو يسارا مع الفكرة في السعودية لتمكين المرأة يستند لقاعدة فكرية ناضجة، أم إنها يعني مجرد نشاط إعلامي متحمس ممكن يكون أغراض مختلفة؟ والله ما أقدر أحدد لك بالضبط، ولكن في نقطة معينة يجب أن تثار هنا، أن المرأة السعودية طبعا هي جزء من المجتمع. يعني خلنا فلنتكلم بصراحة، المرأة السعودية في كثير من الشؤون مهمشة،
مهمشه يعني، مثلا حكايه الان حكايه الولايه عليها، يعني كيف اثق بها كأم؟ كيف اثق بها كأستاذه جامعيه؟ كيف اثق بها كمدرسه؟ واثق بها كوكيله وزاره، وفي نفس الوقت يجب ان يكون هناك ولي امر عليها. يعني اشياء غير منطقيه. نحن في دوله حديثه تقوم على المواطنه، والمواطنه لا تفرق بين رجل او امراه. مواطن مواطن، رجل او امراه، ومع ذلك لا نجد هذا الشيء. صحيح في انظمه معينه لا تفرق، ولكن في الممارسه العمليه ستجدين فروقات مهمشه جدا، سواء في المحاكم، سواء في القضاء، سواء في معاملات معينه الى اخره. المرأة السعودية تغيرت، يعني الآن لما أنظر إلى الخارج تأتيني أسماء فتيات سعوديات يحققن المعجزات، يعني زي مثل غادة المطيري أو غيرها أو غيرها. فبالتالي يعني وصلت إلى مرحلة، وما ذلك ما زالت تعامل كقاصر، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. لا يعني ليس جميلا بحق الدولة السعودية، ليس جميلا بحق المجتمع السعودي المتطور، وفي نفس الوقت يعني خلينا نقول ببساطة غير مقبول. هناك كتاب سعوديين يعني وجهوا نقد للإسلام، الإسلامويين، إلا أن الحملة الشرسة كانت يعني يشوفوها أنها كانت أكثر عليك من قبلهم، من قبل يعني جماعة الصحوة. نعم. لماذا التركيز على ساتر؟ والله ما أدري، لكن يعني أستطيع أني أجتهد في هذا وأقول مثلا لما حصلت عام 1995 لما حصلت الأحداث الإرهابية في الرياض، تجميع المجمع الأمريكي وهذا، وعام 96 بعدين حصلت في الخبر إلى آخره، بدأت أنا أكتب ضد الإسلامويين. كانوا في عزهم طبعا، كانت الصحوة في أوجها، فبدأت أكتب عن الصحوة وأنتقد الصحوة في مقالاتي في الشرق الأوسط، في بحوث معينة كنت ألقيها في منتديات ومؤتمرات. بعد ذلك خرجت الرواية الثلاثية عام 97 و 98، انتقدتهم فيها كثيرا أيضا، وطرحت أشياء كثيرة مخالفة لقناعاتهم واستمريت. بصراحة ذيك كانت تلك الأيام ما كان هنالك من يجرؤ على انتقادهم مباشرة. أنا نقدي ليس لأنهم متدينون، ولكن قلت هذا نتيجة الأفعال. أيام أفغانستان كنت أكتب وأحذر مما يجري في أفغانستان، وأن ما يجري ليس جهاد صحابة، كانوا يطرحون في تلك الفترة على أنه جهاد يشابه جهاد الصحابة، وأن أيام الإسلام الأولى قد عاد. كتبت وأحذر من ذلك، وأن الولايات المتحدة تستغل هؤلاء وتستغل الدين لتحقيق مآربها في الحرب الباردة، وهذا كله حصل طبعا لاحقا. ما كان هناك الكثير يكتب في المملكة، أتكلم طبعا ليس في العالم، لا في العالم العربي لم يكن هناك أحد يكتب تقريبا في هذا الشأن. فلما بدأت أكتب طبعا لابد من توجيه النقد، وليس النقد إلا التهجم، لأن النقد تنتقد الفكرة، أما التهجم فهو السباب، هذا منحل، هذا ملحد، هذا علماني، هذا مش عارف إيش إلى آخره. واستمرت بهذا الشكل. طبعا تغيرت الأمور وخاصة بعد 2001، وانفتح المجال لنقدهم بعد ذلك، وبدأت تتراجع الصحوة، والحمد لله على ذلك، وبدأت تتراجع الصحوة، وخرج كثيرون ينتقدون، ولكن بقي اسمي هو الأبرز. حضرتك مررت بتجارب كثيرة، كيف ترى نفسك اليوم بعد كل التجارب وبعد المدارس اللي تأثرت فيها؟ أعقل، أكثر خبرة، أتقبل الحياة كما هي. يعني في السابق لما في مرحلة الشباب ومراحل الحماس الفكري خلينا نقول، كان الإنسان مندفع، يحكم بكثير من السطحية، يعتقد أنه حصل على الحقيقة المطلقة من خلال عدة كتب قرأها أو خلال الإيمان العميق بفكر معين. الآن بعد هذه التجارب، بعد هذه المرحلة، أصبح الواحد ينظر إلى نفسه على أنه لم ينل من الحقيقة شيء، هو مجرد مجتهد، قد يصيب قد يخطئ، ولكنه في النهاية لا يستطيع أن يقول أنني أدركت الحقيقة. كل ما يستطيع أن يقوله أنني أدركت أنني لا أعرف شيء. حضرتك وحيد للوالد وللوالدة. نعم.
ايش انعكس هذا الشيء على الدكتور تركي؟ من اي ناحيه؟ الطفل الوحيد من للاب والام، التربيه الصارمه، يعني كانت الوالده والوالد كانوا يخشون علي لان الطفل الوحيد ان اكون مدللا، فزادوا جرعه القسوه شوي، هذا اللي حصلت منه بشكل يعني بعامة يكون مدلل وليس يعني تربية قائمة. لا يعني طبعا أنا لا أنكر الحمد لله أنه حنان الوالدين ورعايتهم وهذا، ولكن كانت أمي بالذات الله يعطيها الصحة والعافية كانت صارمة شوي، صارمة أكثر مو شوي لا صارمة أكثر من اللازم، تخشى من الدلال أن يفسدني، فيمكن زودوا الجرعة شوي، ولكن هذا طبعا لا ينفي الحنان ولا ينفي أشياء كثيرة يعني كانت تقدم لي. من ناحية الشخصية كنت أتمنى أن يكون لي أخ ولا أخت كي أشعر بمشاعر الأخوة وهذا، لأني مجرد إحساس، وبعض الأحيان على فكرة وخلني هذه نقطة معينة، بعض الأحيان أحمد ربي على أنه ما عندي لا أخوان ولا أخوات، لأني الآن أشوف مثلا الصراعات بين الأخوة مش عارف إيش الآخري، أقول الحمد لله أنه ما عندي لا أخوة ولا أخوات. ف يعني لكن ما شاء الله تعوضت هذا الموضوع بالإنجاب، أنجبت أبناء الحمد لله وأصبحوا أخوتي. صار كم عدد أبنائك؟ نعم كم عدد الأبناء؟ عندي الحمد لله 3 أولاد وبنتين ما شاء الله يحفظهم الحمد لله. هل تعتقد أنه عادة ما يوصف دائما أن الشخص الليبرالي يعني عنده طفل أو طفلين الأسر الصغيرة، هل كونك يعني كنت الطفل الوحيد هو اللي خلك؟ والله خلنا أقول لك يعني طبعا هذا ليس قرارا ولكن قد يكون تأثير نفسي غير خفي ممكن أي طبعا، ولكن هذه عادة مجتمعنا يعني ما عندنا أنا يعني شوفيهم 3 أولاد وبنتين يعني ليسوا بالكثير الله خليهم. الشخصية القسيمية توصف أحيانا على أنها منغلقة أو أنها يعني عندها ما أدري ممكن نقول توتر مع الآخر أو أنت كيف تصف؟ بالعكس بالعكس يعني هي توصف احيانا بانها منغلقه واحيانا توصف انها منفتحه يعني في لا بالعكس يعني بالعكس انا خلنا اقول لك طبعا فعلا انا قصيمي وهذا وطبعا تربيت في اسره قصيميه واصحابي من القصيم وهذا، لكن لا ارى هذا الانغلاق اللي تكلموا عنه كمثال على ذلك، انت ذكرتيها قبل شوي العقيلات مثلا كانوا يذهبون الى العراق والشام والاردن ويستقرون هناك وينفتحون على الاخرين ويتزوجون من هناك وينجبون ويعودون، بالعكس ما كانوا يعني ما الانغلاق هذا اللي يوصف فيه ليسوا منغلقين كثيرا بل ليسوا منغلقين على الاطلاق. صح انا اقول في شيء انه يجيك نماذج معينه هذه النماذج ستيريوتايب، لكن الحقيقه لو هذا هم أناس زي بقية المجتمع. طب أستاذ تركي عشت في منطقة الشرقية، عشت حضرتك في منطقة المنطقة الشرقية. نعم. لأن لهجتك يعني كان ممكن تتأثر بلهجة منطقة الشرقية. إيه؟ شو السبب إن يعني لا أرى هذا التأثر باللهجة؟ والله خلنا أقول لك. اللهجة القصيمية. إلى المرحلة الثانوية كانت لهجتي شرقاوية. بعد ما جيت للرياض طبعاً. واختلقت بأبناء منطقتي وهذا صار هناك تعليقات على لهجتي، فبالتالي حاولت أن أكون أفضل منهم باللهجة القصيمية، فبالتالي هذا اللي حصل يعني. ولا تنسين ترى على فكرة يعني أعطيك إياها كمثال، ترى القصيمي معتز بشخصيته، هذا لا يعني طبعا عنصرية ولا يعني التعالي ولكنه معتز بشخصيته. طب ودي لو استاذ تركي لو تحدثني كيف تعرف الوالد على الوالده؟ كيف تعرف اولاد عم؟ انا اقول لك يعني طبعا انت ذكرت العقيلات اساسا كانوا جداي يعني ابو امي وابو ابوي اخوه. ايام طبعا ايام الفقر والمجاعه هنا هاجروا مع العقيلات واستقروا في الاردن هناك. واستقروا في الاردن هناك وعاشوا هناك بشكل معين. ابو الوالده جدي لامي استقر هناك الى الابد يعني. خرج وعمره يمكن حوالي 14 سنة ولم يعد، تزوج أردنية واستقر وأنجب. جدي لوالدي لا كان يذهب ويجي لكنه لم يتزوج في الأردن، تزوج من بريدة وأنجب أبي. الجدان توفوا، الجدان توفوا طبعا، وكان لجدي لأمي كان بقي له بنتين منهم أمي اللي كانت الصغيرة. والدي كان في القصيم وكان يعرف انه
لبنات عم، فذهب كي يرعاهم، شاف أمي حصلت الشرارة وتزوجوا، فكانت النتيجة أنا طبعا. طب كيف أثرت شخصية الوالد على الأستاذ تركي؟ الوالد أثرت شخصيتي. أنا أقول لك يعني هنا أنت سألتيني كثيرا عن الشخصية القصيمية. طبعا هو توفي والده وعمره 3 سنوات، وتربى بداية حياته في كنف أخواله، كان متضايق من هذه النقطة فترك القصيم وعمره حوالي 14 سنة، ترك القصيم وعمره حوالي 14 سنة بحثا عن الاستقلال. لم يكن يملك شيئا، لم يملك شيئا، جاء إلى الرياض بعدين ذهب إلى الشرقية، وبعد ذلك ذهب إلى الأردن، وهذا في الحكاية اللي تزوج فيها والدتي. ولدرجة هو كان يحدثني عليه رحمة الله، يعني عشان يوفر كان يدخن، كان يقسم السيجارة نصين علشان ايش يوفر بشكل او باخر. حفروا الصخر، طبعا اتكلم عن ابناجي، حفروا الصخر حتى اصبحوا يعني في يسر من امرهم بشكل معين، فاثر علي هذه العصاميه، فكان اثره عليه هو منحي العزيمه، الاصرار ان لا تتوقف عند المصاعب، لا تجيك الضربات فتتوقف عندها بل استمر، الضربة التي أو كما يقال الضربة التي لا تقتلني تقويني. كان يقرأ يعني، كان يعني تتبادل مع أفكار، كان يعرف عن يعني أفكارك، شو توجهاتك؟ لا، من ناحية هذه خلينا نقول لم يكن يعني ما كان منشغل بالمسألة الفكرية، ولكن لما شافني أحب القراءة أو أحب الثقافة كان هو بنفسه يشتري لي المجلات، يشتري لي قصص الأطفال، يشتري لي أشياء معينة، ويمكن لأنه لم يدرس لم يتعلم، كان حريصا على أن يصل إلى أعلى المراتب التعليمية بمثل ما هو الحمد لله يعني وصل إلى مراتب معينة في يسر الحياة والأشياء هذه كلها. طب أثر الوالدة؟ الوالدة كانت مدرسة، كانت من أوائل المدرسات، يعني حتى ذكرنا كان لنا منزل في الدمام مكون من غرفتين لا أكثر، مكون من غرفتين. كانت قبل نشوء المدارس الرسمية في المملكة كانت تدرس بشكل خاص، طبعا تدرس بشكل خاص لمساعدة والدي في المعيشة، مساعدة، كان الفقر طبعا هو سيد الجميع في ذلك الوقت. فبعد ما أصبحت فتحت المدارس الرسمية أصبحت من أوائل المدرسات، ثم أصبحت مديرة مدرسة. كانت صارمة، تعلمت منها أو حاولت هي طبعا أن تعلمني الإصرار، لا أقول الإصرار ولكن الطريق المستقيم، حتى يمكن بعض الأحيان بقسوة يعني، فخلقت حس أخلاقي في الداخل عندي حساس جدا، متأثر جدا، يعني لدرجة أنا أقول لك طبعا هذا عذبني كثيرا الحس الأخلاقي. يعني لما الإنسان كبر وأصبح مراهق وأصبح شاب يرتكب بعض الأخطاء، يحس بتأنيب ضمير شديد في بعض الأحيان، يعني شيء ما يستاهل، بعض الأحيان شيء ما يستاهل، يعني صح أنك تضايق علشان أنك سويت كذا ولا سويت كذا، بس ليس بذاك التأنيب اللي هذا. أنا ذكرت هذا بالرواية على فكرة، يعني تكلمت عنه بشكل معين، فتحس بتأنيب ضمير شديد جدا. فهذا اللي أعطتني إياه هو الحس الأخلاقي، يعني خلينا نقول ما أقول المبالغ فيه، مبالغ فيه، بس كان كويس الحمد لله. طب أستاذك، هل انعكس على كيف انعكس تصنيفك والمعاركك الفكرية وعلى أسرتك، على أبنائك، خاصة عندك مثلا بناتك أولادك في مجتمعهم، في محيط عملهم أو دراستهم؟ والله سيدتي شوفي، أقول لك حاجة، بالنسبة لأبنائي وبالنسبة لأسرتي أنا أعطيهم قناعاتي أوجههم، وبعد ذلك هم يختاروا. يعني عندي قاعدة، إذا بلغ أحد أبنائي مثلا 18 ما قبل ذلك كنت أوجه، أعطي القيم اللي أحاول أني أزرعها فيهم، كيف يميزون الحق من الباطل كما أرى بالطبع إلى آخره. بعد سن 18 لا أستطيع التحكم فيهم، هم أحرار، أنا أعطيتهم القاعدة الأساسية، البنية التحتية، بعد ذلك ماذا يفعلون فهذا شأنهم، هذا حياتهم وليست حياتي. فإن أخطأوا في يوم من الأيام لا يرجع يقول الوالد والله هو اللي أجبرنا على ذلك أو فعل ذلك، وإن أصابوا فهذه حياتهم. وأهم شيء أن يمارسوا مسألة التجربة والخطأ، لأن مهما وجهت أو مهما وجه الوالد أبناءه لشيء معين
الابن أو الابنة لا يقتنع بالكلام، فيجب أن يمر بالتجربة بنفسه كي فعلا يحس فيها في داخله، فهذه قناعتي يعني. طب كيف انعكس تصنيفك والمعارك يعني الهجوم اللي كان عليك أبنائك بحيث في دراستهم في عملهم؟ طبعا في بداية الأمر، في بداية الأمر يعني كانت حرب لا أخلاقية، يعني أستطيع أن أصفها بحرب قذرة كانت لدرجة كانت يعني، بس الحمد لله أن كنا عايشين في تلك الفترة، كنا عايشين في المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية بيئة أكثر تسامح، أكثر تقبل لأشياء كثيرة، يعني قد يخالفك الأمر وقد إلى آخره، لكن لو كنا عايشين في منطقة زي المنطقة الوسطى هنا كان يمكن كانت الأمور تسوء أكثر، ولكن ومع ذلك كانت تأتيهم كلمات تجريحية يعني، فكانوا بعض الأحيان يعني يرجعون إلى المنزل ويشكون لي، فأطمئنهم وأشياء معينة منهم وأحاول أخذ بخاطرهم يعني، بس ما قلت الحمد لله أنه كان كل هذا حدث يعني بداية كتاباتي وبداية الهجوم علي كان وأنا عايش في المنطقة الشرقية، فكانت البيئة أكثر تسامح بكثير، أكثر تسامح بكثير. طيب إيش ماذا تعني لك الأسرة أستاذ تركي؟ تعني لماذا؟ الأسرة. الأسرة؟ الأمان. الأمان، المستقبل، راحة النفس، أنا ما أتصور نفسي بغير أسرتي. طب أستاذ تركي في جانب دائما الناس تعرف عنك يعني جدلك ويعني صراعاتك الفكرية ومجابهاتك وكذا. سؤالي من شقين، الشق الأول لأن الواحد إذا جلس معك يرى شخصية لطيفة وطيبة ويعني بسيطة. نعم. لأنك غير ما أنت عليه عندما تجابه الفكرة أو الأفكار في كتاباتك، فشل كيف تصف هذا البون في المسألتين؟ لا ما في بون، أنا إنسان بسيط زي ما قلت لك، أنا مجرد أطرح أفكاري ولكن كإنسان أعيش حياتي البسيطة. لما بين يعني ال لطافة المعشر كشخص وبين الصرامة في أنك تطرح فكرتك وشدتك فيه. أنا لا أجد تناقض لأنه العلاقة الشخصية علاقة شخصية، يعني أحب شخص معين يحبني أتعامل معه بلطف، هذا شيء طبيعي كإنسان، ولكن ما أجامله بالفكرة، أجامله بأني مثلا أنا نجلس نضحك سوا نشرب شاي سوا نتمازح، هذا شأن، لكن لما تأتي طرح الأفكار الفكرة ما فيها مجاملة، إما أقتنع فيها بها أو لا أقتنع، هذه هي فكرة. فالشراسة هذا اللي يسموها شراسة هي ليست بشراسة، هي صراحة، هي الطريق المستقيم، هذا أنا، هذا أنا، أحبني كما أنا أو اتركني كما أنا، ما أعطيك شيئا فشيئا، ويأتي يوم وتكتشف أني مختلف عما أدعيه. يعني اللي تكلمنا عنه زي الله يرحمه الدكتور محمد عابد الجابري، يعني كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي، لا تتوقعين يمكن ما تتخيلينها، أنه هذا المفكر الكبير تبين إنه بهذا الشكل. وبعدين أنا أعطيك نقطة كويسة، طرحت هذه النقطة، أول ما كنا بداية الثقافة واكتساب الثقافة والأشياء ذي نقرأ لأسماء كبيرة من مصر ولبنان وإلى آخره، فكان واحد يتمنى يقابلهم، يتمنى يقابل الشخصيات الكبيرة، جاءت فرص في مؤتمرات وقابلناهم شخصيا، فكنا طبعا في حالة انبهار أمامهم، لكن لما تعاملنا معهم شخصيا وجدناهم يختلفون تماما عما يطرحونه، كأن يأتي أحدهم مثلا كمثال طبعا وليس، ويتكلم عن قيمة التواضع وقيم التواضع، فعندما تجلس معه تجده في قمة التكبر، في قمة الانحطاط، في قمة أشياء كثيرة، واحد يتكلم عن أخلاق وتجده في قمة، هذه صدمات تراكمت. فلما أتي أنا وهذا العلاقة الشخصية أنا أفرقها عن علاقة إيش النقاش الفكري. إحنا عندنا في ثقافتنا العربية يقول لك الاختلاف لا يفسد للود قضية، هذا مفروض يكون، ولكنه في الحقيقة هو يفسد، إما أن تكون معي أو ضدي، وهذه مشكلة. طب أستاذ تركي عذرني إذا أنا بفتح باب معين. تفضلي. فقدت حضرتك ابنين. نعم. كان منهم الله يرحمهم ابنك طارق اللي أنت حضرتك تسمى باسم أبو طارق، ودي تحكي لي كيف تواجه مثل هذه الصدمات؟ أنا أقول لك أول شيء بالإيمان بأنه هذا قدر الله، القدر، الإيمان بالقدر في كثير من الأحيان بل في كل الأحيان مريح للنفس،
أنه ما كان ليحدث لولا أن قدر الله له أن يحدث. هذا شيء. الحقيقة الثانية أنه الموت جزء من الحياة. كل يوم نشوف أموات، كل يوم نشوف هذا يموت وذاك يموت. افتح التلفزيون شوف المآسي اللي في كل العالم، كيف أنه في لحظة قد تسقط طائرة ويموت بها، في لحظة قد يسقط برميل متفجر ويقضي على أسرة بكاملة ويقضي على أناس كثيرين. فبالتالي الموت حقيقة من حقائق الحياة. إذا تقبلنا بقية حقائق الحياة فيجب أن نتقبل هذه الحقيقة الكبرى من حقائق الحياة، ألا وأن الموت هو الحقيقة الكبرى. إذا وضعت هذه الأشياء، طبعا هذا لا ينفي الحزن، لا ينفي الأسى، هذه مشاعر لا أتحكم بها، ولكن في النهاية لما تضع هذين الشيئين بالاعتبار مريح للنفس، مريح للنفس كثير. لو بيتحدث عشان يعني يعرف المشاهد أكثر عن أبنائك، أيضا زوجتك الأولى كانت توفيت أعتقد بحريق. نعم. ما نشوف إحنا عادة يعني هذا الجانب الإنساني في حياة أستاذ تركي. يعني في آخرين مثلا ما يعني يركزوا على قوة مواجهة مثل هذه المواقف المتتالية، يعني تفقد زوجها في حريق، بعدين تفقد اثنين من أبنائك، فودي تحكي لي عن هذه الأحداث كيف يعني ماذا خلفت في حياتك في نفسك؟ خلفت القبول الحياة كما هي، مثل ما تكلمنا، قبول الحياة كما هي. لا تتوقع الكمال ولا تتوقع أن الحياة ستعطيك كل ما تريد. لا تتوقع أن الحياة ستعطيك كل ما تريد. حط بالك أن الحياة فيها الإيجابيات وفيها السلبيات، بمثل ما أعطتك ممكن تأخذ منك. إذا وضعت هذه القناعة في بالك ترتاح كثير. أما لماذا أتكلم عنها؟ لأنها شأن شخصي وأحزاني أحتفظ بها لنفسي بطبيعة الحال. يعني ما ذنب الآخرين كي يشعروا بأساي؟ أسى يتحمل وحدي، حزني هذا حزني أنا، وأتمنى من الله أن يعوضني خيرا بطبيعة الحال وأن يرحم الجميع، ولكن حزني لا أحاول أن أنشره على الجميع وكأني أطلب منهم الشفقة أو أطلب منهم، هذا شيء لا أفكر فيه. بس في هناك مسألة قوة الإيمان في مواجهة هذه الأمور. مثل ما قلت تقبل الحياة كما هي، وتقبل أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى أخذ. طب هل تذوقت طعم الحرمان؟ كيف؟ هل تذوق الدكتور تركي الحمد طعم الحرمان؟ كثير طبعاً. طفولتي كانت كلها حرمان تقريباً، يعني من ناحية الحرمان الاقتصادي قصدي. صار يعني أنا أقول كلا لدرجة يعني في ذكرى لا يعني ذكرى معينة ما زالت في ذهني لما كان عمري مثلاً كما أتذكر حوالي 8 سنوات، يعني كان الفقر رفيقنا لدرجة أن والدي لم يستطع أن يشتري لي ملابس العيد. هذه ما زالت في الذاكرة رغم أن عمري ما أدري 7 أو 8 سنوات، كنا في الدمام وكانت ليلة عيد وإلى آخره، وطبعا ذيك الأيام كان الفرح بالملابس الجديدة، الآن طبعا لا يقيمون لها وزنا، فكان الجميع وهذا يشتري. ففي يوم العيد صباح العيد كنت متوقع مثلا ملابس جديدة، إلا لبستني الوالدة الله يذكرها بالخير، لبستني ملابس يعني هذه قديمة وإلى آخره، وتحاول أن تسري عني، وأبوي كان برضو من نفس الشيء إلى آخره. فطبعا هذا حس في نفسي طفل ويطلع مع أطفال ولا في ملابس جديدة، طبعا هذا كما حرمان. أيضا أنك إيش، أنه في أشياء كثيرة يعني ما تجي. بس على فكرة حكاية ثياب العيد الجديدة هذا عوضني عنها والدي، يمكن بعد شهرين اشترى لي سيكل صغير، سيكل طفل بشكل معين. فالحرمان تذوق، أنا أعطيك إياها ببساطة، الحرمان كان جزء من حياتنا. يعني ليس كالآن مثلا كل ما يحتاجه الطفل كل ما يبغى شيء، الحرمان كان جزء. يعني مجرد الحلوى كانت في كثير من الأحيان أمنية، الآن الحلوى مثلاً تجدها في كل بيت وكل منزل وكل شيء. فالحرمان كان جزء من حياتنا. نعم تذوقنا كثير. متى بكى الدكتور تركي الحمد؟ نعم متى بكى الدكتور تركي الحمد؟ كثيراً طبعاً بكيت كثيراً، بكيت عند وفاة الأعزاء إلى قلبي، وفاة زوجتي الله يرحمها، وفاة أبنائي طبيعاً بطبيعة الحال. هذا بكاء الحزن، في بكاء الفرح،
بكاء الفرح طبعا بكيت لما توفي والدي ايضا، بكاء الفرح لما حصلت على درجة الدكتوراه، بكاء الفرح لما خلصت من الجامعة ورجعت إلى المملكة، يعني أشياء من هالنوع هذا. على فكرة أنا دائما قريبة، يا الله يغرك يعني القسوة الظاهرة. ماذا تقول لهؤلاء؟ سلمان العودة. سلمان العودة عقلية، عقلية جميلة، ولكن ابتعد عن السياسة، ابتعد عن السياسة ولا تحاول أن تمزج الدين بالسياسة، فإنك ستخسر الطرفين، ستخسر الاثنين. دكتور غازي قصيبي الله يرحمه، شخصية فريدة لا تتكرر. محمد عبده قال في حفل دبي بأنه يأمل أن يعود للغناء في الوطن، ماذا تقول له؟ يريد أن يعود من المنفى؟ أقول له ونحن معك، متى يعود الفرح إلى ديارنا؟ ماذا تقول لأستاذ تركستيري؟ أستاذ تركستيري الله يمنحه الصحة، قدم الكثير وآن له أن يرتاح. الأستاذ عثمان العمير. مين؟ عثمان العمير. عثمان العمير أقول له لو استقبلته من أي، لو خلينا نقول لو رجع بي الزمان لعشت له حياتك. ما قصة قلم الملك عبد الله رحمة الله عليه؟ عليه رحمة الله، هذا الرجل رحمة الله عليه كان رجل نقي، يعني كان طاهر من الداخل. طبعا لما صارت الأول ما صارت الرواية وبدأ الهجوم علي وأشياء معينة، وكانوا يذهبون إليه وإلى الله يرحمه الأمير نايف وزير الداخلية، وأنه هذا ملحد ويجب أن يحاكم ويعدم. يعني شوف كيف يحاكم ويعدم، يعني أصدر الحكم خلاص طبعا، فإذا ليش يحاكم إذا فيها بالشكل هذا؟ كان لابد طبعا على الضغوط اللي على السياسي، أي سياسي كان الضغوط اللي عليه يجب أن يستجيب لها. فاستدعاني رحمة الله عليه في مخيم في روت خريم أتذكر، ورحت طبعا هناك، فكان في مجلس في الأمراء وكان هو جالس جلسة عربية تقليدية يسولف سواليف عادية، رجل طاهر فعلا. لما خلصنا وهذا ما قال لي شيء ولا شيء، سولفنا وهذا وإلى آخره، وجاء وقت الغداء قام هو اللي معه يبي يمشي. قبل ما يخرج طلع القلم من جيبه وحطه بجيبي وطلع. كانت بادرة جميلة، كانت بادرة جميلة. إيش اللي فهمته من خلال القلم؟ طب لما يعطيك قلمه أنا فهمت أنه الله يعينك واستمر بالكتابة. يعطيك العافية، شكرا لك أستاذ تركي.